عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي طالبات الصف التاسع، اليوم بإذن الله تعالى سوف نتناول الدرس الثاني من الوحدة الثالثة بعنوان الديمقراطية. الدرس الثاني أشكال الديمقراطية ومظاهرها. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. بنات الحبيبات، قيمة الشهر المشاركة. أما عن قيمة هذا الأسبوع فهي الكرم، والكرم إحدى الصفات التي يتمتع بها المسلم وقد حث عليها ديننا الكريم، فالكرم طريقا إلى الجنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أولاً أشكال الديمقراطية. بنات الحبيبات، تتعدد أشكال الديمقراطية، لاحظي مع الشكل التالي وسوف نتعرف على بعض منها. أولاً الديمقراطية المباشرة، ثانياً الديمقراطية غير المباشرة وتعرف باسم الديمقراطية النيابية، ثالثاً الديمقراطية شبه المباشرة. أما عن الديمقراطية المباشرة فيكون فيها بنات الحبيبات الشعب هو مصدر السلطات وله حق في ممارستها. أما عن الديمقراطية غير المباشرة أو النيابية، يطلق على هذا النوع من الديمقراطية على النظام الذي يقوم فيه الشعب بانتخاب نواب ينوبون عنه في اتخاذ القرارات، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، أي أفراد الشعب يقومون بانتخاب بعض النواب مثل نواب المجلس البلدي ونواب مجلس الشورى، فهم ينوبون عن الشعب في اتخاذ القرارات. ثالثا الديمقراطية شبه المباشرة، هذا النوع يجمع بين الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة، إذ ينتخب فيه الشعب نوابا عنه ويحتفظ بحقه في اتخاذ القرارات مثل اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها. ثانياً مظاهر الديمقراطية في دولة قطر. تتعدد بنات الحبيبات مظاهر الديمقراطية في دولة قطر، ومنها على النحو التالي: أولاً الاستفتاء على الدستور في عام 2003 ميلادي. بنات الحبيبات، في 29 من شهر إبريل عام 2003 تم إجراء الاستفتاء على الدستور، أي أخذ رأي الشعب في الدستور، وكان الإقبال كبيرا جدا على صناديق الاقتراع، وبلغت نسبة الموافقين من المواطنين على الدستور 96.6% من المستفيدين. ما المقصود بالدستور؟ الدستور هو مجموعة من القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها. تم الاستفتاء على الدستور القطري في عام 2003. نستكمل مع بنات الحبيبات مظاهر الديمقراطية في دولة قطر. ثالثاً ألغاء الرقابة على وسائل الإعلام. إن للإعلام دوراً بارزاً في تربية النشء اجتماعياً وثقافياً، وإيماناً من الدولة بدور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، نصت المادة 48 من الدستور على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للقانون. رابعاً مجلس الشورى. يرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر بنات الحبيبات إلى عام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل.
لتنظيم مؤسسات الدولة، ومن بينها مجلس الشورى. طب مما يتألف مجلس الشورى؟ يتألف من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء 15 الآخرين من الوزراء أو غير ذلك. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم من خدمتهم. يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور. مرة أخرى، مسؤولية مجلس الشورى: أولاً تشريع القوانين، ثانياً يقر الموازنة العامة، ثالثاً يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، خامساً انتخابات المجلس البلدي. بناتي الحبيبات، جرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 8 مارس 1999، وهو يعد مجلسا مستقلا يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. مما يتألف المجلس البلدي؟ يتألف من 29 عضوا يمثلون 29 دائرة انتخابية. مدة المجلس 4 أعوام تبدأ اعتبارا من تاريخ أول اجتماع له، ويعقد المجلس اجتماعاته بصورة علنية في الدوحة مرة كل أسبوعين، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء. بناتي الحبيبات، انتهينا من درس اليوم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.